الو، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كم؟ اليوم 24. الايام تجري بسرعه، وكان في مشروع طيب انه نعمل كتيبات صغيره، يعني مثل هذا الكتيب اللي عندي، كتيب عن الشوتي بسيط. وانا طالع بين الفينا والفينا، بين لحظات عندي فراغ طالع كتاب، سوينا انا واخ صديق اخ فاضل، وطبع على حساب أمين سر نادي أبي، يعني أقدم له شكري جزيل. الحمد لله رب العالمين. خلي التسجيل يستمر هيك، طبيعة يعني، هذه طبيعة بشرية الإنفلونزا، خصوصا بالشهر الثاني في دولة قطر. الجو بارد حار، بارد حار، لو الجو الآن جميل بالخارج. فكانت الفكرة أنه نأخذ هذه الكتيبات، يعني تضع بسعر معقول للمدربين، وبها يعني بها رسم جيد، بها شرح بسيط، بها فهم بسيط، ونقدمها للمدربين الشباب. ويعني لكن لسوء تصرف بعض، يعني بيئة بسعر غالي ليس من قبل المؤلفين، أنا مسكون شيء، لكن من قبل يعني بعض الأشخاص اللي حصلوا عليه. فأحد الأخوان اشتريها $50، هي كتيب صغير، رغم إنه حجم صغير، لكن هذا الكتيب اللي شوفه بإيدي أنا أرجع ب 154 صفحة، هاي واحد، وبي تمرين ثلاثة المتقدم الشكل 180 شكل، يعني 180 أو أقل تمرين وأشكال توضيحات. بما أنه كتيب وهذا عدد أوراق وهذا عدد الأشكال البي وملون وطباعة جيدة، فيستحق له $10، يكفي كل شيء، $8 يكفي. والحقيقة يعني أنا حجزت كل المطبوع وضميته، وبعدين أتلفته بعد ما سمعت أنه أحد المدربين يشتري $50، أتلفته وقلت هذا شيء معيب، أتلفت ما يقارب 500 نسخة، أتلفتها رميتها ببركة. خذت صديق بأربيل وأتلفته كله، الله شاهد علي، ما أحد يشارني بإنسان مادي وإنسان، لأن يعني أنا عمري ما بعت كتاب، عمري ما بعت كتاب، هذا جزء من الكتاب، والله عمري كشخص جاني قلت له اعطيني فلوس هات كتاب، ما صارت بحياتي. أما وكل الحصت أهديها دائما للناس، وبعض من اتفق وياهم يعني ينطيني مبلغ، مثلا صاحب دار الكتاب الجامعي، انسان محترم بمعنى الكلمه، اتفقت وياه على كتابين واعطاني مبلغ الطب، انسان يعني اتمنى اطبع كل كتبي عنده. نعمل مجموعة من الكتيبات، وكل كتيب يبحث في مفصل من مفاصل كرة القدم. يعني الكتيب الثاني مثلا نخليه يبحث في البلبوس في حيازة الكرة. حيازة الكرة في كرة القدم عالم واسع جدا، هناك اختلاف في تفسيرها، هناك اختلاف في النظر إلى، هناك اختلاف في تطبيقاتها، هناك اختلاف في تدريباته، اختراف كلي. فنسوي هذا ونسوي 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 أقدمية ونسوي كتيبات صغيرة، فصير عندنا سلسلة من المطبوعات يعني تنمي قدرات ومهارات المدربين، خصوصا المدربين اللي هم في طور التأسيس، يكون عنده سلسلة ومراجع عشان ينتقي الموضوع اللي يريده بسرعة من الكتيب الخاص في هذا الموضوع، سواء دورة تدريبية أو سواء في التدريب. اليوم قلنا 4-2، وأنا يعني
عندي رغبة أن أكمل هذا المشروع رغم أنه إحنا يعني أنا شخصيا يعني أتلفت 500 نسخة من هذا الكتاب حتى لا يقال عني إنسان مادي أبدا، وحتى أدز رسالة لمن يعني تصرف بالكتاب تصرف خاطئ وهو ليس من المؤلفين أقول له أخطأت خطأ كبير، ورد فعلي كان أن أتلف 500 نسخة يعني لسبب واحد فقط لتبقى سيرتي وسريرتي بيضاء إن شاء الله أمام الناس بإذن الله تعالى، بإذن الله الذي يعني صبرني على فعل الخير والحمد لله والشكر لله. فهناك فكرة وهناك مشروع وهناك يعني البحث عن دار تتعامل معانا للطبع، ونصدر هاي السلسلة اللي حتكون سلسلة يعني رائعة، أو كل سلسلة يعني احتوت على 180 صفحة ولا 152 صفحة، هو كتيب صغير شوف، و 180 شكل ملون راقي، نكون عملنا سلسلة من الكتب والمصادر التدريبية المهمة لمدربينا العرب. أنا دكتور موفق المولد، وهذا ضمن سلسلة برامجي لتطوير الفكر التدريبي للمدربين العرب، وضمن سلسلة ما يعرف ب ما يعرف ب رابطة المدربين المحترفين العرب. يعني نحتاج إلى مصادر كثيرة ولكن مصادر نوعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.